أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشددا على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها. كما طالب جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري. جاء ذلك خلال زيارته للمنتخب الوطني خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي، وذلك قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري. كما تفقد الرئيس المنشآت والتجهيزات بالاستاد للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها لاستضافة عدد من مباريات الكأس.